اللحظة يلي بيكتشف فيها الأهل إنه في مولود جديد على الطريق بتبلش التخيلات براسهم عن شكله ومين رح يشبه وكيف رح تكون صفاته. يا ترى رح يجي إنفو للأم إدنه لأبوه وتفاصيل تانية بيتخيلوها من قبل ما يخلق. بالحقيقة الملامح يلي بيرثها الأطفال هي من الأب والأم معا، وكتير مهم نعرف كل وحدة من وين جاية. بيحصل الطفل على 23 كروموزوم من كل واحد من أبويه، والكثير من التغيرات يلي بتاخذها الجينات ممكن بالطفرات. نور رح تكون معنا على الشاشة لحتى تخبرنا تفاصيل أكثر عن هالموضوع. تفضلي يا نور. شكرا كثير لك يا ورد. المسألة مو سهلة بنوب. الجسم بيحتوي على جينات متنحية وجينات مسيطرة. مثلا لون العيون، العيون الغامقة مثل البني بتسيطر، أما الفواتح بتتنحى. كقاعدة عامة لون عيون الطفل ممكن يكون اللون المسيطر لأحد الأبوين، يعني إذا كانت عيون الأب زرق وعيون الأم بني أكيد في احتمال تكون عيون الطفل بني. الموضوع كله بالجينات والوراثة يلي بتأثر على الصفات السلوكية والشكلية يلي بياخد الطفل من أبوه. شكل الطفل، لون عيونه، شعره، تفاصيل مهمة بيفكر فيها الأب والأم قبل ما يجي طفلهم على الحياة. صفات كتيرة ممكن يرثها الطفل من والدته وأخرى من والده. حددت إحدى دراسات علم الوراثة الصفات اللي يمكن أن يرث الطفل عن الأم. طريقة النوم، يرث الطفل عن والدته حركاته أثناء النوم، حتى الأرق اللي بيصيبها خلال القيلولة ممكن تصير من عادات نومه. لون شعر الأم، بيعطي فكرة واضحة عن لون شعر طفل المستقبلي، مثل نوعيته كمان، يعني الشعر المجعد للأم هو ذاته رح يجي للأطفال. عادات الأكل الصحية، اتباع الأم نظام غذائي صحي بيأثر بشكل إيجابي على الطفل خلال الحمل وبعدها، وإذا عانت الأم من الإصابة بالصداع النصفي هالشي رح يزيد من احتمال إصابة الطفل بهالمرض بيوم من الأيام. مستوى الذكاء بينتقل أيضاً للطفل بفضل 2 من الكروموسات X من الأم و1 من الأب. هالشي ممكن يأثر على مستوى ذكائه، بس حسب دراسات عديدة مستوى ذكاء الأم يعتبر مؤشر جيد على مستوى ذكاء الطفل. الصفات اللي بيرثها عن الأب هي الحجم. بيأثر حجم الأب بشكل كبير على حجم الولد. إذا كان ضخم الجسم فاحتمال كبير أن يكون الأولاد مثله، وإذا كان قصير القامة رح يجوا أولاده حتماً كمان مثله، بالإضافة لحجم وشكل الشفتين خصوصاً إذا كان مكتنزتين، لأنهم صفات مسيطرة مثل الغمازات اللي حتماً رح يولدوا مع الطفل. أما مشاكل الأسنان وتركيبتها أمر وراثي، فإذا كانت أسنان الأب سيئة التركيب فقد ينمو الطفل مع نفس المشكلة، وإذا كانت أسنان الأب تتعرض للتسوس بشكل متكرر رح تنتقل المشكلة للولد. وأخيراً بصمة إصبع الطفل رح تكون مشابهة بشكل كبير لبصمة الأب. بتتداخل وبتتفاعل الظروف الخارجية المادية منها والاجتماعية مع العوامل الداخلية النفسية والجسمية المرتبطة بالعناصر الوراثية والمتغيرات البيئية لتشكل السلوك الإنساني، وبتظهر سلوكيات حميدة وذميمة للأسف باعتبار أن النفس قادرة تميل للبيئة يلي طلعت منها سواء كانت منيحة أو حتى ممنيحة، وهذا كله له علاقة بالجينات الوراثية يلي بتنتقل مع الطفل. حسن الخلق، طيبة القلب والمشاكسة وغيرها كتير من الصفات اللي بيتم نقلها عبر الجينات الوراثية، يعني حتى الصفات الباطنية الداخلية ذات الطابع المعنوي والأخلاقي ممكن تنتقل مع الإنسان. فالوراثة بتلعب دور محوري بتشكيل الشخصية والسلوك والسمات الفردية، فالإنسان ما بيرث الجسد فقط بل السلوك والشخصية أيضاً. أثبتت دراسة علمية أجراها باحثون أمريكيون بجامعة بافالو أن الجينات الوراثية بتتحكم بسلوك وشخصية وطباع الإنسان. وقال الباحثون القائمون على الدراسة اللي نشرتها مجلة العلوم النفسية أن الإنسان ما بيكتسب الطباع الحميدة كالسلوك الحسن والقلب الطيب أو الطباع الخبيثة كالكذب الكره والأنانية من الأشخاص المحيطين فيه أو البيئة اللي نشأ فيها، إنما هي خصال ولد فيها واكتسبها أيضاً عبر الجينات الوراثية.
الوراثة بتأثر بتحديد أغلب خصائص وصفات الشخصية وبتخلق الاستعداد للاتصاف بهي الصفات أو غيرها. يعني القصة كلها بتعتمد على الاستعداد الجيني لإلها، بس هالشي ما بيمنع قدرة الإنسان على استئصال السلوكيات السلبية فيه وتحفيز الإيجابي عن طريق الإرادة، العزم والتدريب على الخصال الحميدة اللي بيوصي فيها المجتمع. أخيراً، الأسرة بتلعب دور كبير بتحديد سلوك ومقومات الشخصية الفكرية والعاطفية والنفسية، فالتعامل مع الأبناء على اتزانهم النفسي والانفعالي بيأثر على سلوكهم. لهيك أحياناً منلاحظ اختلاف بالوضع النفسي من فرد لآخر بالأسرة الواحدة، هالشي بيرجع لنوع المعاملة معه من حيث الرعاية أو الإهمال. شكل الطفل والصفات الداخلية مكتسبة بالجينات، بس في شيء أهم هو تعامل الأم والأب معهم وهن صغار. هذا الشيء بيأثر على نمو الشخصية وكيف عم يكتسبوا هاي الصفات، لأن الطفل هو انعكاس لشخصية أهله وخاصة أمه يلي بياخد منها طباع كتيرة كونه بيقضي معها وقت كبير. بالفعل الأم تأثير كبير على الطفل، والحكي اللي شفناه بيتطبق على الأب كمان، لأنه إذا كانت شخصية الأب ضعيفة رح تنتقل للأولاد وبالعكس. هذا الحكي بيأكد التوازي بالتأثير بين الأب والأم اللي لا شك تأثيره كبير على الطفل، ووجوده معه أثناء اللعب وتناول الطعام بيخليه وقت اللي يكبر يشوف ويتشبه بأبوه. وبتقول الدراسات أنه الطفل بيتعلم الكلام من أبوه وبيجي الولد بيحب أكل معين كمان تأثراً بأبوه، ولا شك لأنه لكل قاعدة استثناء. صحيح يا ورد؟ صحيح 100%. بس أنا إذا بدنا نجي على مجتمعاتنا المحلية، الصفات الذميمة بتقله مثل عمامك تماماً، والأب بيقله مثل خوالك طالع طبعاً. أنت يعني هم ممكن ينقر الأب والأم تماماً على مو مننا نحن. بس لا، نور بالحقائق العلمية أكدت أنه الصفات من كلا الأبوين، فما طبعاً. في عمامك وخوالك وهالقصص كلها.